تتبع قناة ريحانة بريس، ما عرفش وحق الله إلا كلفت لي الهضرة، أقسم بالله الآن كانت واجدوا بدار العجازة اللي في عين عودة، ما أنا واحد أم ديالنا لا ممشي لا لا، ما أنا الأم ديالنا والأخ ديالنا فين كتسكن يا ممشي؟ تماما ولادي تماما احنا هما ولادك، احنا ولادك، احنا خوتك، احنا كلشي، مرحبا لالا. فين كتسكن يا ممشي؟ لا ما كان جبت هذا في البيت، ما تبغى هذيك البيت. أه؟ جبت هذا في البيت هاد الناس، هاد الناس غداهم وكلوني وشربوني وختاموني انا اش نقول بالنسبه لهاد بحال هاد الحاله هادي الناس اللي والدي ولاده لا حول ولا قوه الا بالله. سيدي يقولوا الناس كتكون في تماره وركبوا ولادي ولاده في الطوبيس ولا حوا في العوده حشومه، اش يقول لك وقضى ربو قال لا تعبدوا يا بالوالدين احسانا، وراه كما تودين تودان كما لحتي امك راه غيجي غدا غيلوحوك ولادك. سيدي كتقول كتسكن في دوار بالمكي في تماره ولا ما عرفتش كتسكن في تماره امي والدينا والدي كتسكن في تماره تتهد والدين قطع خواطرك. متتبعي قناة ريحانة بريس، الآن كنتواجدوا بمدينة عين عودة دار العجازة، ومعنا الناس هنايا ومعنا الآباء ديالنا والأمهات ديالنا، ما نقولوش هاد الناس متخلى عليهم، لكن واحد الحاجة اللي تشارت انتباه ديالي وهي أن هاد الناس نشيطين وأفكار والناس واعية، واللي شار انتباه ديالي وهي هاد الام ديالنا الله يطول عمرك يا خي تسلم عمرك وقولي عشر سنين في عمرك عشر سنين ما خسر الغريب في الامر والاطوار ان هاد السيده هذه بكثره ما بكاتني ضحكاتني هاد السيده هذه انا غنوصل ميساجي لذاك السيد ولا ديك السيده اللي هزيتي هاد المراه هذه ودرتي ليها ساك وركبتيها في الطوبيس من تماره العين عوده وحطت الطوبيس، اشنو غتقول قدام الله؟ انا نقول لك حاجه، اشنو غتقول قدام الله؟ قدام الله ملي غتوقف قدام الله هاد السيده هذه، غير حاجه نقول لك، راه كاين الناس اللي عندهم اربعه المعوقين خمسه في الدار وهازينهم، شكون تيخلص؟ راه الله اللي تيخلص. ولكن هاد السيده طاحت في ايادي امينه، وكنشوف بان لقات الخير في النزلاء اللي معاها كيتهلاو فيها وتيبدلوا ليها من غير الاطور، حنا ماشي كنقولوا الاطور ما خدامش لا بالعكس، ولكن هازين بها ومتهلين فيها. راه كتهزي الدا وكتدعي اللي جبتيها انت، راه كتهزي الدا وكتدعي فيك. وهذه مرة كبيرة. الشهر كنديرو الشمل الكبار. الشمل الكبار في الشهر. الشهر كنديرو الشمل الكبار الاولين. 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 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والله إلا كيعجز اللسان عن النطق أقسم بالله. بغيت تبي خمس جيت، بغيت تبي فرحك، بغيت تبي عاوني، بغيت تبي ستك، بغيت تبي ستر عليك، بغيت تفتح الجبال، امسح بها من راسك وجهك، امسح بها من راسك فمك. بصراحة وحق الله، كنناشدوا الناس المسؤولين ديال عين عودة. السيد الباشا والسيد القائد ماشي امر، وانما تكون واحد المبادره منكم وتجود تكون واحد الالتفاته للدار العجازه، وحنا عارفين بان دار العجازه كتخص لها ميزانيه ديالها باش نكونوا واقعيين، ما نضرقوش كما تيقولوا ما نضرقوش الشمس بالغربال. حاجه وحده اللي تارت انتباه ديالي وكيصرحوا بها بعض الاخوان بعد الرجال هنا، يعني ملي كتكون واحد المبادره انسانيه ماشي جمعيه او شي حاجه، نتمنى داك الشيء اللي جا اللي خدا شي حاجه اللي جاب شي واحد شي حاجه تبقى ليه. ميساج اونفوي كنظن رساله وصلات. انا كنوجه نداء ديال الاطور اللي خدامين هنايا، يعني انا باغ اكزومبل اللي جدت السيده وهاد السيده جدت لها حوايج يبقاو عندها كاملين.
نتمنى من الناس مسؤولين، راه كاين الله وكاين الموت. ومره اخرى تنقول لها اللي جاب هذه السيده هذه، اللي جاب هذه السيده هذه في الطوبيس من تمارة حتى ركبها في الطوبيس ديال عين عوده وهز ساكها، ولولا تدخل رجال الدارك ديال عين عوده مشكورين من هذا المنبر، اقسم بالله العلي العظيم ما غيسمح لك الله. ومتحمل مسؤولية هضرتي، والله ما غيسمح لك داك الدعاوي اللي كتشدنا عند السيدة لا انت ولا انت. الله لا شي يخلص. الشيخ الكبار قاعدين الرجال معنا عيطوني نشدي المعاونة، والرجال قاعدين كثر من هاد الفيل، يا ريت الرجال قاعد يشرب عمي قلت له 10 سنين. لا ضحكوا لا ضحكوا بيني قلت لهم بغيت ما ضحكوا أضحكوا أضحكوا تلي دارسك مدنين عاد الله. مازال في عمرك 10 سنين ومازال غتكبري يا امي. بس رجالي جا لي تبتيت من فمي بديت نقول لي دخلت لهذا ان شاء الله. انت دابا مرتاحه مرتاحه وانتي تديري تطحن طحين تحكي الطحن. كانت امك كتطحن طحين تحكي الطحن تتحكي من دقيق من الاخوانه أو دينا 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 سايكوب في الجسر سيطي بتاعها كدير لك أمك سايكوب لو يجبت على البيت كتعقل آه دينا أخويا ناكل لقونا دينا تاكل ناكل سايكوب من مغانت جاي من القلوب في دينا براغ ما تاخذي سيري كان ما كانت لغوشك ما كانت سيرك حتى ناكل سايكوب. الله حق الله عليك لسان عنق هذا نداء لذوك الناس اللي كيديروا رجل فوق رجل ويخرجوا القرارات. شوف الاخره شوف هاد الناس لعل وعسى يحن قلبك شويه. هو اللي خاصو يكون حنين ويكون فيه رحمه ونداء لهذوك ما عرفش ما كان ملي كنطيح في هذه المواقف ما تنعرفش نهضر. هذوك الطباله ولا تيغنيو وهذوك اللي كتمشوا عند المتحولين الجنسيين وتديروا معاهم الانترفيو وتشوا عند هذاك يقابل الجنون هذاك يجبد الجنون بحال هاد الناس ما جوش عندهم ما توصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين. ها ما توصلوا الصوت ديال هاد الناس كتعجبونا تمشي وهذا متحول جنسي هذا هذه رقيصه هذه كتغني وهاد الناس شكون اللي غيكون الالتفات عليهم شكون اللي غادي يشوف فيهم. ها انا كنهضر على المنابر الاعلاميه اللي كيديروا التفاهه بزاف هاد الناس هادو احسن من داكشي هاد الناس فيهم اجر. نتمنى الصوت ديال هاد الناس هادو كاملين يوصل الناس المسؤولين وخاصة كنطلبوا تكون واحد. انا ما حنا ما تنقولوش ما كايناش شي فاته من الناس ديال عين عوده لا بالعكس مشكورين من هذا المنبر الله يكثر خيرهم والناس كاملين هنا كيشكروا الناس ديال عين عوده. نتمنى تكون واحد شي فاته امي ويجي جا تغلب في هذا وخذ بن عبد الرحمن قال لي سيد عليكم بنادم كبير وسهل ابغيتكم بكم انا نوصل ميساج لذاك السيد ولا ديك السيده اللي جابت هاد السيده وركب مره اخرى تنعاودها وركبتيها في الطوبيس وعطيتيها ساك وحطيتيها في عين عوده. انا نقول لك راه كاين وكرسي قهوي وكرسي قهوي شوف كيفاش غتلقى مولاك راه كما تودين تودان كما درتي لامك ولا درتي لخالتك ولا لاختك راه غدير وليدات وغيديروا لك بحال هكا اي باش تعرف. وهذه حاله من الحالات بزاف اللي كنشوفوا. نتمنى تكون فيك واحد الروح ديال المغاربه وديال الاسلام وتجي تزور هاد السيده على الاقل زورها هنا مهما جبتيها وحطيتيها على الاقل جي زورها خلي فيها شويه ديال العائله وديال الدم جا زورها. راه حنا كنشوفوا حالات هنايا كنشوفوا ان واحد السيده كانت كما صرحت لنا الاخت كانت هنايا ما جات بنتها حتى ماتت وجايبها لومبيلونس مخبيه. الا كنتي غتجيب امك لدار العجزه وتحطها وغتجي تتموتي بلا ما تجي. لا هما ما خصهمش يدخلوا اي بلا ما تجي اقسم بالله نتمنى يتاخذ الاجراءات في هذه المساله هذه اللي في دار العجزه ومات في دار العجزه كما تكلفوا به سنين نتمنى هما اللي يدفنوه. انا نتمنى كيتكلفوا الصراحه. انا نتمنى من مديرة المؤسسه والناس المسؤولين في عين عوده الا جا عندك شي واحد وقال لك انا بغيت طوريزاسيون باش ندي برا مات في دار العجزه خصو تعتقل.
ما تيديش ما تيقولوش هنا شحال من واحد تيديهمش كيتزوج وكتجي مرت الابن او مرت وكتجري على لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه. نتمنى هذا الميساج يوصل للناس المسؤولين وتكون واحد الالتفاته وشكرا.